من ناس يحرقون البخور لعلي عبد الله صالح طوال عشرات السنين ويزينونه ويرفعون صوره على رؤوسهم إلى عصاة يعني لا يعرف ما الذي يريدونه وما في قلوبهم إلا الله. لكن نحن نعرف إن السلطة هي دافعهم. أين ستكون مواقفهم من هذا؟ عاد الرئيس علي عبد الله صالح بالأمس وقال: عدت وفي يدي غصن الزيتون وعلى كتفي حمامة السلام، لم أعد حاقدا ولا متربصا ولا منتقما، لأنه كان ضحية من ضحايا الإرهاب، ولا ناقما، وأدعو الجميع أن نترفع على جراحنا وآلامنا. إذا أردتم الحياة فيدي ممدودة بالحياة، وإن أردتم الموت فاذهبوا وموتوا بعيدا واتركوا شعبي يعيش. وإذا رأيتم إن مستقبلكم قد تحطم فتذكروا مستقبل أبنائكم وأحفادكم. لا تقتلوا اليمن، لا تقتلوا حمامة السلام، ولا تحرقوا غصون الزيتون. أوقفوا إطلاق النار ولا تعودوا إلى الاقتتال. هكذا قال الرئيس، وقوله فعلا نستدل على صدقه من سيرته، لأنه رجل شجاع يؤمن بمبدأ العفو عند المقدرة، ويؤمن بالتسامح وبالقيم الفضيلة، ويؤمن بأن السلام هو الوسيلة الوحيدة التي نتحاور فيها ونتفق على ما يجب أن نتفق عليه ونحل خلافاتنا بالأساليب السلمية، ومؤمن أيضا بأن الديمقراطية يعني أحد الثوابت الوطنية التي لا يمكن الخروج عنها. كان بإمكانه أن يخرج اليوم وأن لا يعود إلى اليمن ويعيش عيشة هادئة، وسيحتاجون إليه، كل هؤلاء المتصارعون سيحتاجون إليه، لكن قال: لمن أسلم السلطة؟ لأنه سوف تحصل مجازر رهيبة على السلطة. قال لهم: سأقودكم إلى يوم الانتخابات، وفي أقرب يوم تحددوه، بكرة، بعده، بعد بكرة، اتفقوا. فوض نائبه بصلاحيات دستورية كاملة ليحاورهم، يتفق على الآلية التنفيذية للمبادرة، يوقع على المبادرة، فوضه بصلاحيات تطبيق المبادرة، ومع ذلك لم يعجبهم هذا. يريدون السلطة ينتزعونها على حساب الدماء والجماجم البريئة التي تذبح. حقيقة أنا أشعر بالحزن وتسقط الدموع من عيوني وينزف قلبي دما حينما أرى الشباب يقتلون، ومن الذي يدفعهم ويقنصهم؟ أشعر بالاكتئاب أيضا حينما أرى جنود يمسكون العصيان وجنود علي محسن يصطادوهم اصطياد يدل على الخبرة. يا لواء علي محسن راقب الله، أنت اليوم في سن 70، أنت متهم بمقتل 14,000 مواطن في صعدة ولم تحدد موقفك من هذا. أنت اليوم تقول ومتهم بأنك تقول سوف أضاعف هذا العدد في صنعاء. راقب الله، هل السلطة هامة إلى هذه الدرجة؟ لديك من الثروة ولديك من المكانة ولديك من الأتباع ولديك من الأعوان ولديك من السلاح. اليوم رجع يشتري السلاح الذي كان يبيعه بالأمس، ذخائر وأسلحة تعطى له كان يبيعه، اليوم رجع يشتري بثمن بخس طبعا. يا لواء علي محسن راقب الله، أنا أنصحك وفي نفس الوقت أخاف عليك. أنصحك لأنك أتيت شيئا فريا حين خرجت على ولي الأمر، وأنت التي كنت تحدثنا بأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا في حالة الكفر البواح. ما هو الكفر البواح هذا؟ الصريح. ولم يكفر علي عبد الله صالح، وأنت الذي كنت تعبينا بهذه الثقافة، اليوم خرجت عن ثقافة السلف الصالح وقلت أنت تؤمن بالمناهج الفقهية حق الحوثيين الزيدية الذي حاربتهم، وكنت تقول لنا قل لي مرة: ليش أنتم الناصرين كذا مؤمنين بالشيعة؟ لما قلتوا له المذهب الزيدي مذهب مستنير، بطلوا لكم التشيع هذا.
كان أكبر عدو للتشيع وللمذهب الزيدي، اليوم يقول أنا أؤمن بالفقه الحر. لماذا هذا التناقض في هذه المواقف؟ يا لواء علي محسن، أنا أخاف عليك، أخاف عليك عذاب يوم عظيم، وأخاف عليك فعلا، وأنت قد يعني صليت، ما بش واحد يمكن صلي زيك، لكن لا لكن شو تضيعه؟ شو تضيعه داخل صنعاء؟ قد ضيعته بصعدة؟ لا عاد تزيد تضيعها بصنعاء. أنا عند الله وعندك راجع نفسك يا لواء علي، يعني بالله عليك تدخل حقك الجيش داخل الحارات والشوارع والأزقة يقتلون الناس، وتتبع المراهق حميد الأحمر الذي يريد سلطة ولو على جماجم الشعب اليمني كله. قال لي أمس واحد، أنت ذكرت 5 شركات كانت تتنافس، برنت واحد، برنت اثنين، برنت ثلاثة، واتضح أنها كلها شركة حمراء كانت تقيم في دبي. عاد باقي موضوع ما تعرفوش يا جندي. قلت له ما هو؟ قال حتى الشركة الأجنبية ما سلمتش منه، ما نكعتش. قلت له كيف؟ قال اتفق مع استخدم سلطته في مجلس النواب، سلطة من هم حوله، وطلب منهم 5% عمولة. تعرف كم قملنا 5%؟ قلت له كم منه؟ قال 600 مليون دولار. الله الله، 600 مليون دولار، أنا لما أذكره أقول كم اشتقي لي هذا؟ من وش عده يا جماعة؟ أنا عند الله وعندكم نشيلها يعني جيوش من العدادين، واليوم الرجال يجي يحكمنا، أقتلكم وإلا أحكمكم. هذا هو علي عبد الله صالح الذي قال يمد يده وفيها غصن الزيتون وكتفه وعليه حمامة السلام، ويقول اوقفوا إطلاق النار، الحرب ليس من مصالحكم، سوف تؤذينا صحيح، ولكن الأغبر مزيل الدول. نحن فعلا نقول هذا الكلام. أنا أراجع الأستاذ الكبير الدكتور ياسين سعيد نعمان، وقل له لا تقول يا دكتور ياسين كالبابا سعيد قردح. قال اللهم أنزل الغيث على بني سلامة. قالوا له ليش بني سلامة؟ قال علشان عيالي يشتغلوا عندهم. يا دكتور ياسين انت ايش تنصر لنا الإسلام؟ عين نقدر لهم جنا عند الله عندك، ارجع الآن وممكن يعني يدوا لك العمل ولك ولأصحابك، لكن قال استقري بعد الإصلاح علشان تمكنهم من الحكم، ما عاش نقدر لهم، حرام لا يقيموا لنا محاكم التفتيش في كل شارع وفي كل زقاق وفي كل منطقة. سينقضي بالزنداني الآن الذي هو غائب يخطط مع القاعدة لقتل الجنود في 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 في, في الصنعاء، غدا سوف يظهر يخطط يقتلنا في صنعاء. هذا كلام خطير وهذا كلام مخيف، ولكن عندما تكون المدافع قد انطلقت ينتفي عامل الخوف ونصبح كلنا في الهم سواء. أنا أناشد الإصلاح أن يضبط علماؤه الذين يعانون من جوع السلطة ويسخرون الدين لخدمة السياسة ويدفعون الشباب إلى مواقع الانتحار. أقول لهم عن صدق، راقبوا الله راقبوا الله، اتقوا الله فيما تقومون به من إثارة. هذه الإثارة نحن لا نحارب إسرائيل يا إخواني. علي عبد الله صالح 30 سنة وأنتم ترفعوا صورته فوق رؤوسكم، ما الذي حوله من النقيض إلى النقيض؟ عند الله وعندكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طبعا رغم نحن ما نحنش لا يهود ولا نحن نصارى ولا نحن، لكن أقول لهم حتى كتاب الله يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نتحاور. أقول لتوكل كرمان الذي قالت عاد الرئيس متخفيا بزي اللصوص، يا توكل كرمان تذكري ما حدث لك في حضرموت، ما كل مرة تسلم القرة، لا تكوني كسعود القمعرية ومعك صخر الوجيه بعدك، زلقتي سمنك هدية للمشايخ والرعية، الرعية يشهدوا لك والمشايخ يحكموا لك. راقب الله يا توكل كرمان، حقيقة المجلس مات، ونحن قد نحن في مجلس وطني، بقايا مجلس وطني، بقايا خيام، كبقايا خيام قد موجودة. يا إخواني راجعوا الله، سلطة تريدون السلطة تعالوا تقاسموها بسلام بهدوء بنظام. يا سلطان العتواني، يا سلطان العتواني لا تكون شاهد زور. شوف زيد اسمه حسن زيد،
حسن زيد شاف اللعبة تراجع على جنب، الحوثيين شافوا اللعبة تراجعوا على جنب، صح يتفقوا معهم بإسقاط الرئيس، مش إسقاط الرئيس كراهية فيه، حرام إن الحوثيين يحبوا الرئيس، لكنهم عارفين منه غريمهم، غريمهم الطيباش علي محسن، علي محسن الذي شمت وعذر ورغط، يا علي محسن لا تعملنا في صنعاء كما عملتنا في صعدة، 6 سنوات 6 حروب ونحن نتقاتل بسبب ايش تشتي؟ يا اخي نتفق نتفق كلنا ونتفق انك انت تكون رئيس عمل لك حتى يومين، قدك باخر عمرك، لكن لا تدخلنا مداخل الهلاك انا عند الله وعندك، هذا دماء، هذا دماء تزهق، تدفع الطلبة دخل الجامعة، شوف ما يوقت للجامعات اللي لقى فيه مذابح، في المرة الأولى يعني فرض سلطته هي في تاريخ 18، هذا تاريخ 18 عنده له حكمة فيها، ذرينا لو في مذبحة الجامعة، أجينا ب 18 دخل بالدبابات والصواريخ وخرج الطلبة ومسك الجامعة، ندري وقع في مذبحة في كنتاكي، اليوم هو يزحف في الزحف، الزحف، ما نحن يا أخي قد رهبتنا الصواريخ، حرام مني صواريخ لو تشوف على حنين تعب. يعني يفقعوا لنا الأطفال والنساء، يا خبراء أين تودونا، يا فخامة الرئيس الله يحفظك، يعمل لنا حل من علي محسن هذا الذي وإلا قدمت استقالتك وروحت، لقدك ما أنتش قادر توقف علي محسن من الدم، هذا علي محسن محسوبا عليك، وأنت الذي سلمت له هذه السلطة، وأنت الذي سلمت له هذه القوة، وأنت الذي سلمت له هذه الثروة، وأنت الذي جعلت الناس يحترموه، يعني راجعه وإلا أدبوه، لكن سير أدبوه هناك في الفرقة، ما تجيش تأدبوه بشارع التحرير ولا بشارع جمال حيث تسقط الضحايا، اليوم الضحايا يسقطون، شوف الحين الضحايا حقهم في بهم جنود من حق الفرقة، لكن ما يقولوش جنود، يلبسون ملابس مدنية علشان يثيروا أوباما، أوباما يعني رجل يشوف لك يعني قثاف، وقالت السلطة قلوا السلطة، مش دارين الذي يشتي السلطة هو الذي يقتلهم، الذي يشتي السلطة هو الذي يقتل هذول الضحايا، وعلي عبد الله صالح يتحمل، يلا هات، وعبد ربه منصور هذا الرجل الطيب، هذا الرجل الذي يحظى باحترام الناس، يعني الرئيس فوضه وأصدر أمره يعني بإطلاق النار، فعلا كل يوم يعني ينتهي كل يوم وعملوا مجزرة. ما صادق الأحمر أنا أذكره يا صادق حلفت بالله إن علي عبد الله صالح لن يحكم يوم ولن يعود، وقالت يعني إنه عباقي بعرق ينبض، رجع الرئيس بقيشة ومحامي، يا صادق أين اشتروح من عهدك، كفر عن العهد الذي خرج منك. أنا أقول يا جماعة كلام صدق لا في بوكذ، ما صخر الوجيه جنن، يا أخي هذا صاحبي وهذا صاحبي بصدق، أمس قدنا قدامه مزيف انتخابات، وقدنا مزيف شهداء، وقدنا يا صخر الوجي، أنت فعلا يعني عبارة عن يعني شاهد مع توكل كرمان الذي تجري من عند شيخ لعند شيخ، من عند رعوي لعند رعوي، وبالنهاية طارت منكم كلكم الطهباش الإصلاح، وعلي محسن هم الذي شوخذوا نصيب الأسد، ونحن ما بوش معانا إلا نشقي. لماذا فعلا هذه؟ لماذا 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 تدخل اليمن في هذا المعترك الصعب؟ الأمور لم تعد تحتمل، الأمور وصلت فعلا إلى درجة تستوجب الجلوس إلى مائدة حوار وتستوجب الاحتكام لإرادة الشعب. يعني إذا كان ما بوش يعني ابدأوا تقاسموا الحكومة، لأن الرئاسة هي اللي واحد، الرئاسة اللي من ندي كم يا طهابش دو رئاسة ندي لي علي محسن، شقوم لنا حميد الأحمر بثروته، نجيب الحميد الأحمر شقوم لنا علي محسن بقوته، يعني كم يا طامعين في هذه السلطة. وأنا حل أنا 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 أرى إنه نلغي الرئاسة، إنه ما بوش حل إلا تلغى الرئاسة ونعمل نظام برلماني ونحول الرئيس زي الملكة البريطانية ولا الرئيس الهندي بلا صلاحيات بلا سلطات، الجماعة يهطروا الشعب، حرام ما يبقي مننا ذور، إن لا ندخل المقابر كلنا، مش حكموا حكموا أشباح، حكموا أشباح، لمنش تستقر بعدك يا علي عبد الله صالح، لن نجد رئيسا يحظى بالاحترام وبالتقدير وبالثقة وعنده قلب وعنده استعداد. يعني الجماعة دفخوه بالمسجد هو يصلي وقع حامل لنا غصن السيدون وحمامة السلام، إذا هذا
هذا يعني ما عادش يعني المرحلة قليلة من المرحلة، دبابات صواريخ يعني قد أسماءه لما تجلس. أنا اليوم بكيت والله بكاء شديدا وأنا مع الشرطة وألاحظ فعلا رجال الشرطة وأطفالهم وأتذكر أيضا أن هؤلاء المدنيين الذي يقصفوا أيضا لهم أطفال ولهم نساء ولهم أمهات ولهم آباء. لماذا هكذا تتحول إلى جزارين وقتلة؟ خطابنا الإعلامي هو خطاب جزارة، يعني نعرض جثث ونتكلم عن شهداء وكل ما في نفوسنا هي السلطة. لو كانوا فعلا هؤلاء رجال سلام لقلنا أهلا وسهلا بهذا الرأي البناء، لكن حرام ما في واحد يقول كلمة إلا وهو طارح عينه على السلطة. كم شحصل أين شيكون؟ حتى حمود الهدار خلص هذه حقوها الكنويزة وظهر لنا بمظهر الأبطال يعني على أحرار المتقدمين. يا أخي قد قاضي وقور الناس يحترموك، ما أبوش داعي. هو قاضي حموقع كتب لي رسالة يقول لي الله المستعان عليك تشتم صاحبك، ما كنت أريد له بأن يتحول هكذا. هو رجل قاضي وطيب وصديقي وأنا أعتذر له لأن قد أسأت له، لكن ما أبوش داعي يبعد القبعة حقه. ما أبوش داعي يا جماعة لو دخلنا نفتش ما يعني ما سمعتم عن عبد الملك منصور مو قال على الرئيس؟ يا رجال عبد الملك منصور قهبر له مهبر يعني سرق الإصلاح وسرق المؤتمر وسرق المزارات وسرق وخرق، وفي النهاية يجلس الناس بحالة مؤتمر وهو معه تلفونات لابنه يكتشفوا الوزراء ان التلفونات هذه كانت معه. قال له الرئيس يا عبد الملك منصور انا قلت لك تخرج من الاخوه المسلمين مش من الاسلام. الله اكبر، ما هو هذا حقك الكلام يا عبد الملك منصور؟ الامور تحتاج الى مراجعه، الامور تحتاج الى اعتراف بالذنب، الامور لا يعترفوش بذنوبهم لان الذنوب هذا قوم ما يغفر الا الله، لكن علينا بان نعود الى صوابنا. نوجه الاعتذار يعني هنا للزياني الذي عاد غاضبا لأن حميد الأحمر قال له عد من حيث أتيت. الرجال يقاتل عليهم مقاتلة، يقاتل على المشترك علشان يحكموه والرئيس علشان يخرج، وهم قالوا عد من حيث أتيت يا زياني، لغة فقاة ما فيش حتى لغة الاحترام. ولذلك نقدم الأسف اليوم يعني نشوف في هجمة منظمة على المملكة العربية السعودية، ونحن نشعر بالأسف لهذه الأبواق النشاز التي تستهدف الإطاحة بالعلاقة بين اليمن وبين المملكة العربية السعودية. ينبشوا في الماضي ويرجعوا إلى ما قبل معاهدة ترسيم الحدود ويصفوا أمس علي الصراري مصر إلا أن السعودية تستعمر اليمن. يا علي الصراري سعودية ما نسقطتش في الانتخابات الذي سقط مقصحب ماوية، مو كلفك الله يعني أسقط الدهبلي المنافس حقك، لكن تقوم تنشر هذه الهجمة على المملكة العربية السعودية وإنها وترجعنا إلى عصور الماركسية اللينينية. قد تجاوزنا هذه المرحلة، وقع منا 13 يناير وقد حصل فيها ما حصل، ما علي ناصر فضح الله. وهو الفلوس هذه تعرف إن هذه الفلوس عاد ما عاش أتكلمش لأنه هذا الذي مسكوها الفلوس هذه لو تشوفوا قصته الله على قصة، لكن أنا ما عاش أتكلم بيش اليوم ما عاش لأنه قد يقول عبد القندي هذا يعني إذا قوي طالب بنصيب، لكن الله سبحانه وتعالى أطاح بها لأنها أساسا ما بني على باطل فهو باطل. فعلي ناصر كان يجلس يصرفه هو أصحابه الذي حول هو باسمه يجلسوا لهم 20 سنة يعيشوا مني، لكن يعني قاموا يعملوا لها يعني يمونوا يعني عمليات اختطافات وإرهاب فلذلك نتوجه بالأسف لزياني ولعمر ولجمال بن عمر وندعوهم بأن تحمل والصبر والعودة من جديد إلى استئناف الحوار وجمع الأطراف كلها إلى مائدة حوار، ونناشد أحزاب المشترك وقادتها أن يعودوا إلى رشدهم وأن يجلسوا يتحاوروا. ونرى في الدكتور ياسين سعيد نعمان أنه يمكن يلعب دور الموفق، رجل على قدر من الفهم على قدر من العلم على قدر من التجربة، لا يضع نفسه بهذا الموضع الذي قلته الأول يعني انه يشتي يعني ينتصر بني سلامة على اساس عياله يشتغلوا عندهم. يا اخي عيالك الان يجوا يحكموا، نحن نرحب بهؤلاء العيال ونخاف من هذولك، لا حكموا والله ما يقيم لنا دور.
يعني ان ما تكون معنا يا تكون ضدنا. قد وما الآن حدد موقفك يا اخواني. هي القناعه، العمليه قناعه، مو محدد موقفك ولا شحاكمك. يعني كلام هذا ما ينطبق. انا قد اكثرت عليكم واطلت، وبالتالي هناك يعني كما تلاحظوا حرص كبير جدا من فخامه الرئيس الان على ايقاف النار وايقاف الاقتتال، ونحن كلنا يجب ان نقف الى جانب هذا. والكلمات التي قالها فخامه الاخ رئيس الجمهوريه تبشر بالخير، ولم يعد فعلا كما قلت الرجل يطمح الى عهد جديد والى نصر جديد. هو يقول هذا الكلام في نهايه عهده، ويريد ان يختتم عهده بان يحافظ على وحده وامن واستقرار اليمن، وهذا شيء كبير يجب ان نضم اصواتنا اليه ولا نصدق اولئك سنحاكم سنعدم سنقتل. هؤلاء يدور لهم سلطه، لقد وصلوا لسلطه حرام لا يعملوا اكثر من الاولين، لكن يلا نقول قد تحملنا الاولين نتحمل الاخرين. انما تقاسموها وهدأوا والدنيا في خير، والعلماء لا يفقدوا صوابهم. يجب ان يراجعوا الناس ولا يتحولوا الى مسعرين حرب، يعني يدفعون الشباب الى الاقتتال، والا اذا كان لابد منها من انهم يستمروا محرضين يندوا عيالهم ويدوا عيالهم يكونوا بالمقدمه. من هؤلاء العلماء والخطباء الكبار قد فقد ابنه او قريبه او يعني الى سابع قد ما فيش الا يحرضوا على عيالنا، عيال البؤساء والمساكين فيهم جالسين، لو ادوا لهم يعني يتغدوا لهم يوم خرجوا صادقين يلا سنعاقب سنقاتل. هؤلاء علينا ان نحرص عليهم وان نخرجهم من هذا المعترك الصعب. هؤلاء يعني يجب ان تكون لهم الاولويه في اي تسويات سياسيه. شباب المطحونين، الفقراء الكادي، انا مع الفقراء الحفاة العراة. من يرفع هذا الشعار يجب ان نكون معه. انصفوا الفقراء والمظلومين والمضطهدين في الارض. حاكوا التجربه الصينيه، التجربه الصينيه العظيمه التي لا يوجد فيها طبقات ولا يوجد فيها استغلال الانسان لاخيه الانسان. لماذا فعلا ناخذ من الراسماليه اسواها، وبالتالي ما نشتيش نماذج راسماليين من امثال حميد الاحمر، نشتي نماذج اشتراكيين من امثال انجلز، من امثال هذول الذي كانوا فعلا عيال برجوازين فتحولوا الى اشتراكيين. الاشتراكية اليوم يعني مش الاشتراكية الماركسية، هذه قد انتهت. الاشتراكية الإنسانية التي تلغي استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. الحزب الاشتراكي عليه أن يتمسك بقناعاته وأن لا يرتمي هذا الرمية السوداء، لأنه ما يرجع يشعر دعاً. قال له واحد يا أخي أنت خائف من الجرح الذي بالصمح بالركبة. قال له ويش عدو بيقع؟ قال له عدو بيقع لك واحد بالرأس، أما أنا يفقشك ويدخل داخل المخ. يا إذا كان هذول الموجودين اليوم جرح في صمح في ركبة، فإن الواقين سيكونون جرح في الجمجمة. رب ما يخلصوا علينا كلنا. إلقذنا يا دكتور ياسين عند الله وعندك، لا تشبه بعدهم يعني هكذا. أنت أقول لك رأيك ولك وسلطان العتواني لازم نراجعه. يا سلطان العتواني راجع نفسك، يا سلطان صاحبي، سلطان صاحبي وحقي الكبير، لكن أقول يا سلطان العدواني راجع نفسك. كم سيكون نصيبنا من هذه الغنيمة؟ الجماعة أنت تشي تنتقم، والجماعة يشي سلطة، وإلا ما هم أمس يعني كما قلنا كانوا شركاء علي عبد الله صالح في الحكم. وشكرا جزيلا لكم، ونفتح باب الأسئلة. قام وكيل وزارة الداخلية لقيام